الأصفر. هي أمي فين يا دعاء؟ مش قلت لك تجي لها معاكي؟ دي تعبانة يا عنتر، وقالت لي تقول تعالي. اه يا ماما. قالت لي كل بس يا عنتر. طب استني، تعبانة ايه؟ مين قالت لك أمه تعبانة؟ مين اللي قالت لك أمه تعبانة يا تعبانة؟ ايه ده يا ماما، جيت ازاي؟ جيت ازاي؟ جيت مشيت وراكي. تقولي رايحة أجيب هدوم للبيت، وأقول لك خدي لمشيكي، وانت بتقابلين تتكلوا سوا. اصل انت كل حاجه، كل حته احنا بنروحها دي انت تقومي جايه معانا. نورين اتلمي، هي دي تربيتك اللي انا ربيتها لك؟ هاتي تقولي لي راح اجيب هدوم للبيت. ايوه، يعني انا مش من حقي ان انا اقعد مع جوزي وبنتي لوحدنا؟ يا دعاء اللي انت بتقوله ده يا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شايفه بقى كده الناس اتلمت علينا؟ عارف كده انت مش سويه يا دعاء. واحده واحده. انت حضرتك ازاي بنتك تزعج تيتا دي؟ ايوه، عشان هي كل ما نروح في حته تقوم هي جايه معانا. خلاص يا نور، تلم يا نور. ايه اللي عاجبك كده؟ ايه اللي بتعملي ده دعاء؟ ايه اللي انا بعمله؟ هي دي والدتك؟ اه طبعا والدتي، ده على دماغي. طب هو إيه تخلي بنتك تعمل في والدتك كده؟ يعني ازاي بنتك تعلي صوتها على والدتك؟ انت مش متربيه يا نور، خلي بالك. ما التربية اصلا، انت ازاي تخلي بنتك تشتم ستها؟ معلش يا حكم. ليه كده؟ طب ليه كده يا دعاء؟ طيب عملت ليه كده؟ انا منقصك ايه يا دعاء؟ انا ما عملتش حاجه، انا من حقي يبقى لي خصوصيتي، انا في كل حته باخدها معايا وعلى راسي من فوق، بس انا نفسي اخرج انا وانت وبنتنا لوحدنا، نفسي نتغدى بره. وانا ما عملت حاجه في الست الكبيره، ما انا خدمها ليل ونهار. حرام عليك يا شيخه، حرام عليك، ده ست كبيره. ايه يعني لما تاخدها معاك؟ بقول لك ايه حضرتك، انت مش فاهم اي حاجه، ما تتكلمش وخلاص. إيه وبعدين مش فاهم اي انت حاجه، عشان خاطر تتكلم انت وتتدخل في الموضوع. ما استنى يعني بعد اذنك، هو حضرتك شايفه ان اللي بيحصل ده كده صح، انك تخلي بنتك تعمل كده في جدتها؟ ماشي خلاص، انا بنتي ما قتلتش جدتها، بس اه ماشي غلطت في كلمتين، مش هموتها. عيب يا ماما. مش بدل ما تضربيها قلمين على وشها؟ عيب يا ماما، عملت كده فيكي، هتتجرأ عليكي بعد كده. ايوه ماشي، بس عايزه خصوصيتها يعني. ان شاء الله تتحطي في نفس الوضع. دي ست كبيره، بس محتاجه حد يوريها يحتويها، ومحتاجه تشم هوا. أيوة، ايه يعني لما تطلع معاها؟ هتضايقك في ايه؟ وانا عملت ايه يعني؟ انا عملت ايه؟ انت ما تعرفش حاجه، وبعدين انت مالكش دعوه اصلا، انت مين انت؟ عارفه هو بقى ليه دعوه ليه يا دعاء؟ ها؟ عشان خاطر المعامله بتاعتك اللي انت عملتيها، وشفت البنت ردت على تيتا. لازم اي حد مشاعره تتحرك من جواه، لان انت اللي عملتيه غلط يا دعاء. بنت صغيره بنتك ترد على التيتا بتاعتها؟ خلاص انا الموضوع كله اتقلب على البنت. وعليكي برضو يا دعاء. هو في ايه؟ وايه اللي عليكي؟ هو انت مش شايف حاجه؟ عارفه انا مش قادر اتكلم معاهم ليه؟ عشان هم صح. معلش يا استاذ، هي اللي زرعته دلوقتي هي هتحصده بعد كده. هي زرعت طبعا في بنتها. ان شاء الله انت كمان تشوفي اللي انا بشوفه. تشوفي ايه؟ مهما باذن واحد احد. حبيبتي دي ضيفه عندي، هي والبنت، وخليهم يرفعوا عليها قضيه. يا هاني طلاق ايه يا هاني؟ يا حبيبتي دي ضيفه عندك، دي ضيفه. وانا ما عملتش حاجه للضيفه. ده الام دي، وانا ما عملتش حاجه للضيفه. دي البركه، ده انا طول اليوم يا حاج. يا رب انت اللي عالم. يا رب انسانه مش كويسه يا حاج. بقول لك ايه، امشوا من هنا يا حاج. بقول لك ايه بقى، انت ايه جايبني اتفرج عليا الناس ولا ايه؟ يا شيخ حرام عليكي، ده احنا اولنا صغار واخرنا صغار، اعتبريها طفل عندك في البيت ووكليها وشربيها. ويعني لما تفسحيها معاكي دي محتاجة فترة نقاهة برضه. انت بتشرح في مين؟ هي زرع بنتها اصلا غداء. انت اسمك ايه بعد؟ خلصنا بقى، خلصنا. اسمك ايه؟ هاني. بعد اذنك ممكن اقعد على الترابيزة معاك؟ اتفضل يا باشا. انت مالكيش دعوة ببنتي، انت فاهمة ولا لا؟ بنتك ايه؟ ربي الاول بنتك، لان بنتك هتعمل فيك اللي انت عملتيه ده. ان شاء الله ربنا يردهولك انت كمان. تعالي، انت رايح فين؟ انت بتعمل كده؟ اه بعمل. طلقني. مع الف سلامة. هتكون القرف. هتجوزها سودة. يلا بت يا شيخ اقول في داهيه، انا مش عارف ايه القرف ده. انت ازاي يا عم مش جوز واحده زي كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، طلعت تعبانه مش بني ادم. اعوذ بالله منك، ده النسول اللي زي كده عايزه تضرب. معلش متزرج. معلش يا حاج، انا اسف والله ليكي. ما هو ابنك معاك. انا بصراحه اتاخر. ايه عاملين ايه؟ عارفه انا قلت اشمس حبه كده. اه يا حودي تشمسي، احنا رايحين مشوار وجايين على طول. رايحين فين يا حبيبتي؟ رايحين مشوار يا ماما. يعني فين يا اختي؟ رايحين نجيب هدوم يا تيتا. طب ما تاخديني معاكي. لا يا تيتا لا، ده احنا رايحين وهنيجي بسرعه، بس انت خليكي هنا بس، مش كل حاجه تتحشري معانا بقى. طب يا اختي معاكي تمشي. عيب يا نور،
لا ما بصي، عشان انا بس هنروح بسرعه ونيجي، يعني بدل المشوار ما ياخد ساعه ياخد نص ساعه، لان انا طبعا بفضل قاعده مع حضرتك وحضرتك بتبقي على طول في كل مشوار معايا، ما بقدرش اعمل حاجه كده يعني. ونبي خديني اتمشي. ربنا قوي ماشي، خليكي هنا بس عشان انت تعبانه. خليكي انا مش تعبانه. قبل الشمس ما تروح اكون عندك يا ماما. يلا عايزه حاجه؟ سلام عليكم. هجيب لك حاجات حلوه وانا جايه. معرفش معرفش، انا حاسه ان انا متجوزاها، هي مش متجوزه ابوكي. يلا بينا. والله ما فوتكم، لازم اشوفكم رايحين فين بقى. هم يسيبوني وتقولي رايحه مشوار، لازم اشوفك انت رايحه فين يا دعاء، انت والبت السوسه دي. يلا يلا. هي كل شويه تحس ان معانا في كل حاجه. خلاص بقى يا نور، لدرجه ان انا بستعار منها قدام صحابي. يا بابا كده يا نور، اوعي تقولي كده قدام بابا. خلاص بقى خلصنا تيت، بس المهم ان احنا نتبسط. يلا بينا بقى عشان نتغدى. والله لا اشوفكم رايحين فين، انتوا تسيبوني في البيت؟ ماشي يلا. كل لا خديني معاك، تقول لا راح اشتري حاجات، تاخدنا تمشى بدل ما انا قاعده مكتومه في البيت. منك لله يا دعاء. ما بقول لك ايه، واحنا نتغدى في نفس المطعم اللي احنا بنتغدى فيه؟ ايوه، المطعم اللي احنا بنحب ناكل فيه بيعمل اكل حلو ده. أيوة. يلا بينا. ايه اللي تدخلهم هنا؟ رايحين يعملوا ايه؟ ده مطعم. هو ده بحد الملابس اللي هم رايحين يشتروا منه؟ وراكوا برضه. شكله حلو قوي. شويه اكل ايه؟ كل يا نور. حلو قوي الاكل ده. دعاء انا بحب منهم الاصفر. هو ابنك معاك اهو. معلش ما تزعليش. انا في البدايه قلت لها ما جبتش حقك ماما. عليا يا حاج. تعبانه. خضيت عليه. يا استاذي لازم اول حاجه تسال عليها والدتك. والدتك مش بنتك، شكل بنتك اصلا مامتها زرعه فيها حقد وغل. هي طالعه زي امها. حول الله يا رب عليها هي وامها. بنقول لك الام نعمه. الام ديت افتكر يوم وهي كانت بتلبسك في المدرسه، توكلك، تشربك، توديك للدكتور، عمرها ما بخلت عنك في شيء. الام ديت تتحط فوق الراس. نايبها كانت تستخسر تاكله عشان تديلي ابنها. حصل والله. خلي بالك ان زوجتي دي من اختيار امي كمان. والله يا استاذ انت عايز تخش الجنه تحت رجل امك وتقعد. انا قصرت معاك يا امي في حاجه؟ ما قصرتش معاك. معلش يا حاجه، معلش يا حاجه وسامحيه، هو مظلوم وما بقصرش معاه في اي حاجه، حتى في اي حاجه في الفلوس ما بقصرش معاه. طيب تسمح لي بقى نجيب غدا لامك؟ انا عايز نغديها النهارده. وانا موافق، انا كده معيش فلوس النهارده. هاني ده شكله رميه. ايه؟ لا ولا حاجه. انا اسف يا حاجه. معلش يا هاني، اطلب لنا اكل والنبي. ماشي حاضر. لنا كل واحد فرصه. لا اي حاجه بالله عليك، دموعك. لا انت روح كل الاكل بتاع مراتك اهو. دموعك كل الاكل. انا عازمها هي بس. هي اسمها ايه الاستاذه؟ ايه؟ رندا. رندا. معلش يا استاذه رندا، بس انا شايف انا جعان. هي فرخه ولا فرخه؟ إيه؟ بص السد الاكل بتاعك هناك اهو، روح كل الاكل. طيب روح الاكل، احنا هنطلب اكل بتاعنا. بص يا ماما لو اكل زاد نفيف. ماشي سلام عليكم. سلام عليكم. ايه يا هنا؟ ربنا يهديك يا ابني. ده رميها خالص. معلش يا حاج. حقك عليا يا جماعه. لا والله مش استاذن انا. لا 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 حاج. لا لا خليكي خليكي منوره الدنيا، اقسم بالله. خلينا ناكل لقمه كده مع بعض وبعد كده.